هذا عند الناس هذو راهم الله يرحمهم مساكين، راهم تشردوا في البلاد هنا وما جبروش واحد الفرصه ديال العمل اللي تشدهم هنا في البلاد، وراهم عامين هذه ولا ثلاثه هما يسوفريو، وهذا تغيبوا علينا هذه في شهرين ولا ثلاثه ما عرفناهمش فين مشاو. ودرك ملي تجانا اخبارهم راهم تجانا اخبارهم بانهم توفاو في البحر ديال الورن، وهذا الشيء اللي توصلنا به، وملي توصلنا به 8 ايام هذه وحنا كننتظروا فيهم. ودرك كنشكروا هذا السلطه المحليه ديالنا هنا ديال المغرب اللي ساعدتنا وجابتهم، وكنشكروا الناس اللي ساعدونا. الشباب اخويا علاش خرجوا من هنا من البلاد؟ تشردوا، ما جبروش واحد الفرص ديال شغل، ما جبروش واحد الحاجه فين يكونوا هنا في البلاد اللي تشدهم، وهذا هو السبب باش خرجوا. ونطلبوا ربي من مستقبلا يكون شي فرص شغل اللي تشد الشباب هنا في البلاد، وحتى ما يوقع لهمش كيوقع لهاد الشباب هادو. انا الاسم ديالي صالح الدامي، انا طالب جامعي بمدينه وجده، ولكن كنحاضر مدينه تاوريت. خاصك غير على بحال نقولوا حنا جيت تواجد هنا متضامن. يعني التواجد ديالي اليوم ولا التواجد ديالي الان رفقه مجموعه ديال ابناء تاوريت جا من اجل تقديم الدعم سواء المعنوي او المادي للاسر نتاع ضحايا او شهداء قوارب الموت اللي لقوا المصرع ديالهم وهم كيحاولوا يغامروا بالحياه ديالهم باش انهم يوصلوا للفردوس الاوروبي، لان هاد الشباب ديال المدينه تبلعوا كل الابواب في طريقه، ما لقاش بديل اقتصادي، ما لقاش فين يخدم، ما لقاش مسؤولين اللي يسمعوا له. كان الحل الوحيد اقول هو انه يركب في الزودياك ويهاجر نحو الضفه الغربيه. يعني يا من مر احنا كشباب ديال البديده، اقول كشباب ديال البديده في مختلف الشرائح ديالنا، يا من مر راسلنا المنتخبين تاع سواء المنتخبين المحليين ديال مجلس الجهه، لا سواء المنتخبين تاع المجلس الاقليمي، لا سواء المنتخبين تاع البرلمان، لا سواء المنتخبين تاع المجلس المستشاري، ولا كذلك عامل الاقليم تاوريت. وكثير من الشباب ديال هذه الجهه الشرقيه راه كيصرع لهم بحال هكا، اصحاب تاوريت، اصحاب جراده، واصحاب وخصوصا الجهه الشرقيه كلها ما عندهاش واحد الفرص ديال الشغل، هي اللي كتجعلها باش كتخرج كتهاجر.